كل ألحان وأغنيات الموسيقار فريد الأطرش يفيض منها الشجن وتفوح منها رائحة الألم. حاول كثيرا الفرار من تلك الحالة والبحث عن أعمال تحمل البهجة، لكنه فشل، فالحزن كان جزءا من ملامحه وحياته كانت مليئة بالأحداث الصعبة. ولد فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش في 19 أكتوبر 1910 ببلدة القرية بجبل الدروز جنوب سوريا. أحب الغناء من والدته الأميرة علياء المنذر. كان له 4 أشقاء هم أنور وفؤاد ووداد وأمال، التي احترفت الغناء واشتهرت باسم أسمهان، ثم ماتت في ظروف غامضة. عرف عن عائلة الأطرش وطنيتها وكفاحها ضد الاستعمار، لذا عانت العائلة من اضطهاد وظلم الفرنسيين. وتأثرت طفولة فريد بهذه الأحداث، فهربت والدته من سوريا خوفا من الاعتقال وجاءت إلى مصر. عاش فريد مع أسرته ظروفا صعبة. تحول من أمير يسكن القصور إلى طفل فقير يبحث عن سقف 4 جدران، واضطرت والدته للغناء في أماكن متواضعة للوفاء باحتياجات أولادها. التحق فريد بالمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، وعلى الرغم من المناخ الصعب الذي يحاصره كان متفوقا، ويدرك أن التعليم سيكون طريقا للخروج من المأزق الصعب. توالت الأيام والتحق بالمعهد العالي للموسيقى، وإلى جانب الدراسة عمل في محل لبيع الأقمشة. تحول بمرور الوقت إلى عازف عود متميز، لذا طرق أبواب العديد من المسارح بحثا عن فرقة للغناء أو العزف. وشاءت الأقدار أن يلتقي بالمطرب إيهاب إبراهيم حمود الذي أعجب بعزفه على آلة العود وضمه لفرقته. بعد عام انتقل إلى فرقة بديع مصابني التي تحمست له ودفعته للغناء بمفرده، وبات يشعر بالثقة في إمكانياته، إلا أن انتشاره الحقيقي بدأ على يد مدحت عاصم الذي رشحه للعزف والغناء في الإذاعة المصرية. كانت أغنيته الأولى بعنوان يا ريتني طير لطير حواليك، ودفعه نجاحية لتسجيل أغنية بحب من غير أمل. بعدما توهج كمطرب انتقل لشاشة السينما وقدم خلالها 31 فيلما، منها انتصار الشباب عام 41 وحبيب العمر وعهد الهوى وحكاية العمر كله ودعت حبك. وسط هذا النجاح والسطوع ماتت شقيقته أسمهان في حادث سيارة غامض عام 44، ولأنه كان شديد الارتباط بها وتأثر وداهمه الاكتئاب. وقفت بجانبه الفنانة شادية وسألته على العودة، ونشأت بينهما قصة حب رائعة، لكن لم يتحمس للزواج وتكوين أسرة وعائلة. دي الصور مع شادية، صور جميلة من أفلامهم مع بعض، كانوا دويتو رائع. وفضلت شادية الابتعاد عنه، وتكرر نفس الأمر مع الفنانة سامية جمال. كان يرى أن الفن كل شيء في حياته، ولذا رفض تكوين عائلة. هنا مع سامية جمال الراقصة المشهورة والممثلة القديرة، برضو كون معاها دويتو جميل من زمن الفن الجميل. ليلى الجزائرية كان في إشاعات إن هو هيرتبط بيها، لكن برضو ما حصلش، حتى إنه قال تصريح مش هتجوز، أنا ارتبطت بالفن. لكن الوحيدة اللي ارتبط بها فريد الأطرش ارتباطا رسميا هي سلوى القدسي، بعدما أعلن خطبته عليها، وكان من شدة حبه لها أنه صرح في أحد المرات أنه يدعو الله أن يمد في عمره لكي يعيش طيلة العمر معا، ولكن القدر كان أسرع من رغبة فريد في الحياة بجوار حبيبته، فقد رحل عن عالمنا بعد أشهر من خطبتها، وتحديدا في 26 ديسمبر 1974، ليسدل الستار على حياة واحد من أشهر عزاب الوسط الفني. دي سلوى قدسي كانت تصغره بحوالي 30 سنة. قال عنها إن هي حبيبته وعايز يعيش معاها طول العمر. للأسف ما كملش الجواز
كان خطبها بس ووافته المنية هنا، وهي جانبه خطيبته السيدة سلوى القدسي. في عام 1960 أصيب فريد الأطرش بمرض القلب، ونصحه الأطباء بعدم بذل مجهود كبير، لكنه لم يلتزم وراح يغني ويلحن ويمثل، فتعاون مع 33 شاعرا أبرزهم بديع خيري وبيرم التونسي وصالح جودة ومرسي جميل عزيز وأحمد شفيق كامل، ولحن أيضا لكبار المطربين مثل شادية وصباح وفايزة أحمد ومحرم فؤاد. وفي 26 ديسمبر 74 مات فريد الأطرش إثر أزمة قلبية بمستشفى الحايك في بيروت، ورحل في صمت وخلفه ثروة من الفن أخلص لفنه ومنحه محبوه ألقابا كثيرة، منها ملك العود وموسيقار الأزمان. الله يرحمه. هنا صورة نادرة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهنشوف دلوقتي أسرار عن شقيقته الأسمهان اللي ارتبط بيها كثيرا. العلاقة التي ربطت بين أسمهان وشقيقها فريد الأطرش لم تكن أخوة عادية، بل كان أقرب إلى التوأمين، لذلك جمعت مواقف إنسانية كثيرة بينهما، وكانت أسمهان الشقيقة الصغرى لفريد الأطرش والأقرب إلى قلب. لم يكن من السهل على الإطلاق أن تحترف أميرة درزية من جبال الشام الفن باسمها الحقيقي، فقد كان يعد ذلك سبة ووصمة عار في جبين عائلتها، لذلك تنازلت الأميرة السورية آمال الأطرش عن اسمها الحقيقي واستبدلته باسم آخر اللي هو أسمهان، وهو الاسم الذي اشتهرت به في الأوساط الفنية. عانت الأميرة آمال كثيرا من الفقر والحرمان فور نزوحها من الشام مع أسرتها، ومع ذلك عاشت في وسط غنائي مميز بدءا من والدتها علياء المنذر التي لجأت إلى الغناء في حفلات الزفاف، وكذلك شقيقها فريد الأطرش الذي ما لبس أن ذاع صيته. وأذهلت أسمهان الجميع بصوتها الرخيم وملامحها الساحرة وشخصيتها الجذابة، وقررت انتشال عائلتها من الفقر والبؤس، وبدأت في تقليد كبار الفنانين مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. وذات يوم استقبل شقيقها فريد الملحن داود حسني أحد كبار الموسيقيين في مصر، الذي استمع إلى آمال مصادفة وأعجب كثيرا بموهبتها الفنية. حسني قرر على الفور أن يقدمها للجمهور، لكنه ما واجه أزمة اسمها الفني، فمن غير المعقول أن تحترف الغناء باسمها الحقيقي. وبعد تفكير سريع اقترح داود حسني اسم أسمهان، لأنه كان يتعهد بالتدريب فتاة تشبه آمال جمالا وصوتا، لكنها توفيت قبل أن تشتهر، ولذلك أحب أن يدعو الفنانة الشابة باسمها، وهكذا عرفت بأسمهان حتى رحيلها. أجمل عيون ظهرت هي وزبيدة صوت. ربما كافأها القدر بموهبة فنية مميزة كتبت لها النجاح في أول أفلامها انتصار الشباب مع شقيقها فريد الأطرش، وذلك قبل أن تلقى أسمهان مصرعها إثر حادث أليم أودي بحياتها. وتنبأ صناع السينما لأسمهان بنجاح طاخي سيكتسح مع أسطورة كوكب الشرق أم كلثوم، لذلك لم يبخلوا عليها بأجر خرافي في أول أفلامها، إذ حصلت على 2000 جنيه، وهو الأجر الذي لم يحصل على نصفه شقيقها فريد، فتقاضى 500 جنيه فقط. بهذا المبلغ قاربت أسمهان كذلك عملاق الكوميديا نجيب الريحاني، الذي حصل على نفس أجرها في ذات العام عن فيلم ميسي عمر. وبحسب مجلة الاثنين عام 41 تقاضت أسمهان مثل هذا المبلغ وقت اشتعال الحرب العالمية الثانية وانتشار الغلاء، ورغم أن عامة الناس الذين كانوا يصرخون من ارتفاع الأسعار لم يترددوا في شراء تذكرة السينما لمشاهدة أسمهان. دي أسمهان كسرت الدنيا يوميها. حينما بدأت أسمهان تخطو خطواتها الأولى نحو عالم الطرب، حققت نجاحا لافتا بأغنيات شقيقها فريد الأطرش والموسيقار محمد عبد الوهاب، وهي لم تبلغ بعد 18 من عمرها. ولهذا السبب رفضت والدتها السيدة علياء المنذر زواجها من ابن عمها الأمير حسن الأطرش، الذي جاء إلى القاهرة ليمنع أسمهان من الغناء، لكنه ما إن رآها حتى وقع أسيرا لحبها، وقرر على الفور أن يتزوجها، ولم يقنع بالاعتذار المهذب الذي قدمته زوجة عمه،
وعندما عاد حسن مطعونا برفض والدة أسمهان قرر أن يضغط على والدتها وتحدث مع التي عن شرف وسمعة بنت عمه التي تحمل اسم ولقب الأطرش، فصارت العائلة بأكملها على علياء، ولم تستطع هي المقاومة كثيرا وتوصلت إلى حل وسط مع الأمير وهو قبولها الزواج مقابل تعويضها ماديا عن فقدانها. وبالفعل وافق على طلبها وسجل لها بيتا باسمها في دمشق وأعطاها 500 جنيه كمهر العروسة، وهو مبلغ يقدر بنحو أكثر من نص مليون جنيه حاليا. وبذلك عادت أسمهان إلى جبل الدروز لكن باسمها الأصلي، بل هو مصبوغ بكلمة الأميرة، وكانت هي راضية عن الزواج بابن عمها الذي تعلق قلبها به، وانتشى لها من شعور دفين بالنقص عندما كانت تغني في حفلات الأسرياء وتشعر بنفور من ذلك الوضع الذي يجعلها في مرتبة أقل من سيدات المجتمع وهي أميرة. وبعد الزواج تحقق حلمها بالجاه والثراء والسلطان، وعاشت كأميرة للجبل طوال 6 أعوام رزقت في خلالها ابنة وحيدة هي كاميليا. لكن حياتها الزوجية انتهت بخلاف شديد مع حسن، فحصلت على الطلاق عام 39 وعادت إلى مصر، لكنه بقى على حبه لها وتزوجها من جديد بعد عامين. دي صورة نادرة جدا ليها مع بنتها، بنتها جميلة زيها، حيث تركت ابنتها عند والدتها علها تكون ذريعة للعودة إلى القاهرة كمسمار جحا. وفي عام 40 وقع الطلاق بين الأمير حسن والأميرة أمال الأطرش لتعود إلى القاهرة مجددا لاستكمال مسيرتها الفنية، لكن القدر لم يمهلها حيث ماتت بعدها ب4 سنوات في حادث سيارة وهي في سن 31 سنة، بحصيلة سينمائية لم تتجاوز الفيلمين هما انتصار الشباب عام 41 وغرام وانتقام عام 44، والذي صورت جميع مشاهده باستثناء مشهد النهاية الذي ماتت قبل تصويره، وغير يوسف وهبي النهاية بسبب وفاتها. وقالت كاميليا ابنة اسمهان الوحيدة إن خبر وفاة والدتها صادف يوم عيد ميلادها 7، أي في 14 يوليو، وتوفيت في عمر 31 سنة، وتلقى والدها في ذلك اليوم اتصالا هاتفيا من مصر يعلمه أنها توفيت، ولم يخبرها والدها بهذا النبأ السيء، وفضل أن يسير حفل عيد ميلادها بدون أي تعديل عليه، وحذر الخدم من إعلامها بما حصل مهددا إياهم بالطرد إذا أفشى أحدهم الأمر. وبعد 3 أشهر أرسلها والدها لمدرسة البيزنسون الداخلية في لبنان، وهناك علمت أن والدتها توفيت، حيث صار الأولاد في المدرسة يقولون لا يا حرام، للأسف غرقت والدتك وماتت، فبكت وتأثرت كثيرا لفقدانها. في عام 40 تعرفت أسمهان على أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي في ذلك الوقت، وكانت نتيجة هذا التعارف أن وقع حسنين في غرامها، مما جعل الملكة نازلي والدة الملك فاروق التي كانت تحب حسنين باشا وتغار عليه إلى حد الجنون، لدرجة جعلت الملكة نازلي بدافع الغيرة والانتقام تقرر أن تطرد أسمهان من مصر. وبالفعل اتصلت نازلي بحسين سري باشا رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذي تولى عملية تنفيذ القرار، مبلغا أسمهان أن إقامتها في مصر انتهت وأن عليها أن تغادر خلال أسبوع، ليصيبها هذا القرار الخطير بالجزع والحزن الشديدين، ولم تجد من يقف بجانبها سوى الصحفي الكبير صديقها محمد التبعي الذي تمكن بصداقته لكبار المسؤولين أن يوقف تنفيذ هذا القرار، وتجددت إقامتها مرة أخرى في مصر. وبعدها تعاقد استوديو مصر مع أسمهان وشقيقها فريد على بطولة فيلم انتصار الشباب بمبلغ 3000 جنيه بينهما، إخراج أحمد بدر خان. حياة حافلة، ولسه هنشوف كمان أسرار تانية. زيجات أسمهان كانت متقلبة كمزاجها، فلم تلبث أن ثبتت فترة معينة على واحدة من ال5 زيجات، فقد تزوجت من الأمير حسن الأطرش مرتين، ومن أحمد بدر خان المخرج السينمائي، ومن فايد محمد فايد ده اتجوز 38 مرة، ومن أحمد سالم. وفي 10 مارس 1941 تزوجت أسمهان من المخرج بدر خان بعقد عرفي،
وذلك بسبب قوانين الحكومة المصرية التي تحرم على أي مأذون شرعي أن يعقد زواج أجنبية من مصري. وفي 5 مايو من العام نفسه تم الطلاق بينهما، حيث دام الزواج 40 يوم فقط، وزواج أسمهان من بدرخان أشعله كيوبيد الحب في بدايته من داخل البلاتو، وذلك خلال تصوير فيلمين انتصار الشباب. فمن خلف الكاميرا أصبح بدرخان ملهما بعيون أسمهان الساحرتين، وهي من الطرف الآخر وجدت فيه السند الذي تفتقده، وبحثا عن الجنسية المصرية التي افتقدتها بعد سحبها منها لزواجها من ابن عمها حسن الأطرش، وانتهى بهم المشوار بعقد عرفي عند محامي معروف. حياة مليئة بالإثارة. في عام 1943 قررت أسمهان أن تتزوج المطرب فايد محمد فايد، الذي كان في زيارة للقدس لإحياء بعض الحفلات، واتفقت معه أن يكون الزواج شكليا لتتمكن من العبور لمصر. بالفعل تم ذلك، واستمر الزواج لمدة 20 يوم فقط، وكانت لا تزال بالقدس ولم تغادرها بعد. وبعد طلاقها تزوجت من المخرج أحمد سالم وهو في زيارة لها في القدس بعقد زواج شرعي، وسافرت إلى مصر حاملة في يد عقد استوديو مصر، وفي اليد الأخرى عقد زواجها من أحمد سالم، وكان وقتها متزوجا من صديقتها أمينة بارودي. لأيام طويلة توقف تصوير فيلم غرام وانتقام، حيث كانت بطلته أسمهان تمر بظروف نفسية سيئة إثر خلاف حاد مع زوجها آنذاك الفنان أحمد سالم. وحاول يوسف بيك وهبي بطل العمل إقناع أسمهان مرارا بالعودة للتصوير واستئناف نشاطها الفني، قائلا: يا مدام أمال، أنت فنانة عظيمة، والفنان العظيم لا يدع حياته الخاصة تؤثر على فنه. واقتنعت أسمهان بكلام يوسف وهبي، خاصة أنها أنهت جميع مشاهدها بالفيلم، ولم يعد هناك سوى مشهد النهاية، لكنها استأذنته في أجازة قصيرة لمدة يومين تعود بعدها للاستوديو. وقبل مغادرة أسمهان المنزل أجرت محادثة تليفونية قصيرة مع شقيقها فريد الأطرش، قائلة: فريد، أنا مسافرة لمدة 48 ساعة، بس عاوزاك تعمل بروفة مع الموسيقيين لغاية ما أرجع. انطلقت السيارة على الطريق الزراعي إلى راس البر، تحمل أسمهان وصديقتها ومديرة أعمالها ميري كولادا. وفي منتصف الطريق انقلبت السيارة في ترعة الساحل، وشاء القدر أن تموت هي وصديقتها، وينجو السائق والذي اختفى في ظروف غامضة. كانت مأساة كل تحدث عنها وقتها. وفجع فريد الأطرش بوفاة شقيقته وتوأم روحه فرساها بثلاث روائع من أغنياتهما: كفاية يا عين، ويا منى روحي، وسلاما، وتانجو يا زهرة في خيالي. النهاية المفجعة للفنانة أسمهان: سقوط سيارتها في ترعة عند طلخ، وفاتها ووصيفتها غرقا، ونجاة السائق. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.